أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: والدي جاء من بلاد المغرب لزيارة عائلية فنزل في جدة في جدة، نعم، وبسبب مرض ألم به لم يحرم عندما مر بالميقات لأنه لم يكن متأكدا أنه قادر على أداء مناسك العمرة بسبب حالته الصحية، ولما وصل إلى مكة وجد من نفسه قوة، فمن أين يحرم؟ يحرم من التنعيم ولا من الجعرانة؟ يحرم من المكان الذي نوى منه، المكان الذي عزم على العمرة فيه يحرم منه، خارج مكة، لازم يكون خارج الحرم، خارج حدود الحرم، خارج أعلام الحرم. نعم.